نأخذ فاصل شيخنا مع فئة نحبها كثيرا ونحسب أن الله تعالى سيعوضها في الدنيا وفي الآخرة شيئا كبيرا. مشاعر من هناك نشوف التقرير. التقرير ثم نعود بكم معنا. أخوي ماجد السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو شعورك وقد وصلت المشاعر وأنت الآن متواجد في مزدلفة بعد أن انتهيت من الله؟ الحمد لله أن الله كتبنا هذه الحجة ويسرنا الأمور إن شاء الله يا رب. أنا أول مرة ترى أنا أول حجة لي يعني الحمد لله تيسرت الأمور. أنا كنت والله يعني كنت مصعب الأمور علي، بس يوم جيت خدموني وخدمة كويسة وكذا، يعني ما قصر الشباب. ما هي العوائق التي عانيت منها؟ ما في عوائق. هل من كلمة الجمعية أن تتمنى؟ أول شيء نحمد الله على أن تم حجتنا إن شاء الله، ونشكر الجمعية ونشكر القائمين عليها والمتكفلين الداعمين المتكفلين بالحج، ونشكر حملة الراجحي، وصراحة ما قصروا جميعا، الله يوفقهم ويسر أمورهم ويجزاهم كل خير. حياك الله أخوي بدر. الله يحييك. شعورك وقد يسر الله لك حج هذه السنة؟ الحمد لله الذي صفانا من بين العالم لنكون من حجاج بيت الله في هذه السنة، شعور لا يوصف، والحمد لله الذي أتم علينا حجة الإسلام. نشكر الجمعية والقائمين عليها وحملة الراجحي بأن يسروا لنا هذه الحجة وتكفلوا بها كاملة. ما هي العوائق التي عانيت منها؟ الحمد لله لم أواجه أي عائق علي في هذه الحجة.